اطلعوا اطلعوا. انا البس هذا مشوارنا قريب مشوارنا قريب. احمد وامل خلينا نقطع ضل حدا. طيب شوفي في وسائل ولا تجيبوا باص ثاني؟ طيب ارجعوا. جيب الباص الثاني وينه؟ في ضايل؟ طلع طلع طلعوا هدول في مجال هدول؟ لا الباص تقريبا كلها في سابع. كم واحد ورا؟ في خارج. تجول مرافق المسجد كاملة وحتى لما اجى ايش اعطانا؟ اعطانا حديقة لجامع العرب. بدنا بعد ما نخلص جولتنا هون
نروح على الحديقه. الحديقه ايش فيها؟ فيها ملعب خماسي، فيها ملعب مطاطي، وفيها ملعب ترابي، فيها اشجار رائعه جدا جدا. بس نخلص دروسنا هون ان شاء الله تعالى، نروح احنا ومعلماتكم على هاي الحديقه ونلعب فيها زي ما بدنا. بس مين اللي بده يلتزم بالادب والنظام؟ اللي بده يلتزم بالادب والنظام بظل مؤدب خلال الجوله. مين بيسجل اسماء هون؟ انا. طيب يا شباب نبدا من هون. اسمك؟ عون. فضل. احمد. مؤمن. احمد. كنان. ادم. محمود. يوسف. ايهم. يسير. رحمن. ما شاء الله. امل. ما شاء الله. سلمى. يسرى. لين. جولي. سجل. إلاس. منال. ماشي. مريم. امنس. شوق. مصطفى. حمدان. 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 ما شاء الله. جواد. صيد. اوس. مصطفى. محمد. تيم. امير. خالد حازم. ما شاء الله. جهنم. احمد. عبد الحليم. فخري. صالح. ما شاء الله. ادم. امير. ريان. ياسر. صار. قصي. حتى اسمائهم رائعه. انت ايش اسمك؟ لجين. ما شاء الله يا لجين. لجين اصغر طالبه معنا، ها؟ ما شاء الله عنها. يعني حتى مدرستكم اسمها مرتب، وحتى انتم كلكم اسمها مرتب، يعني من الدين وانتم جاي. ما شاء الله ما شاء الله. طيب مين فيكم بحب رب العالمين؟ يا سلام. مين فيكم بحب محمد صلى الله عليه وسلم؟ بتعرفوا يا شباب، بتعرفوا الله يحفظكم، انه احب البقاع الى الله، اي احب الاماكن الى الله المساجد. وما دام نحب الله هاي اسمها ايش؟ بيوت الله. لازم نحب ايش؟ بيوت الله عز وجل. فبنحب المساجد احنا المسلمين من حبنا لله عز وجل، ولانه الله بيحبها احنا بنحبها، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم يحب المساجد. أول ما إجا النبي صلى الله عليه وسلم، من وين هاجر النبي؟ هاجر من مكة إلى المدينة. طب أول ما إجا على المدينة إيش عمل صلى الله عليه وسلم؟ بنى المسجد. بنى أول ما إجا. طب هذا بدل على، هذا بدل على إنه المسجد له أهمية عند المسلمين. الشيخ بنصلي في المسجد، وبنقرأ قرآن في المسجد، ونعبد الله بالمسجد، وأيضا بنتعلم بالمسجد. مش هيك؟ بنتعلم بالمسجد، نتقرب إلى الله عز وجل بالمسجد، والمسجد بنساعد بعضنا البعض فيه، والكبير بيرحم الصغير. بس إيش؟ خلينا مع بعض، بدنا بعد شوي نوقف وندير وجوهنا وين؟ لغاد هيك، ها؟ مشان نتصور انا وياكم مع بعض. موافقين؟ مين موافق؟ ممتازين. طيب الان ايش بدنا نقول؟ خليني افكر. اول صف وقفوا. ما شاء الله عنكم على خير. اهلا وسهلا. طيب انت يا عمو قدموا لك يعني مو قد انت 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 بس قدموا لك. ايوه انتوا غير. ممتاز. هسه خليكم زي ما انتوا مشان تصوروا مع ايش؟ مع المعلم. تفضلوا. طيب هذا اسمه مصلى الجمعة. شو اسمه هذا؟ ايش يعني مصلى الجمعة؟ مين؟ ما شاء الله ما شاء الله. هذا كلهم بيعرفوا كل شيء ما شاء الله.
هذا مصلي الجمعة حب الجمعة تقيم الجمعة وين بقول هذا اسمه منبر. إيش في كاميرا هنا بتصور وبتبث على الشاشات خطبة الجمعة، لكن من خطبة الجمعة الخطيب بيكون ايش على المنبر. عرفنا كيف؟ شايفين كيف بصلي الجمعة ما شاء الله؟ شرح ومهوى وايش؟ وفزاز على كل الجوانب مشان يكون في فضل وللناس ايش مريد ان شاء الله تعالى. طيب ننتقل لطابق ثاني. يلا على بركة الله. قدم لهون. تفضل تفضل. امشي شوي. زي ما شايفين هذا المركز في القاعة هاي وفي أيضا قاعات صفية. إيش نستفيد منه هذا المركز؟ وإيش نعمل؟ ما بدي أسأل كل آخر السؤال، ما بدي أسأل، أنا بدي أحكي لكم بس. هذا مش للصلاة، هذا مش للصلاة لأنه موضوع إلى كل المواد. يعني ندرس فيه رياضيات، ندرس فيه إنجليزي، ندرس فيه لغة عربية، ندرس فيه فيزياء، كيمياء، لطلاب التوجيهي، لطلاب العاشر، لطلاب الرابع، الخامس، السادس، كل المراحل الدراسية مندرسهم إيش بالمركز هذا. يعني بيجوا معلمين متخصصين إن كان بالتربية أو غير بالتربية وبيدرسوا الأول 50 طالب ما شاء الله، وفي رياضيات في غيرها من المواد الحمد لله رب العالمين. مشان هذا المسجد يخدم المجتمع المحلي، يخدم الناس مش فقط بالصلاة ولا بالجانب التعبدي، ولكن كل مناحي الحياة ولله الحمد والمنه. وإحنا بحاجة يكون عندنا مساجد جامعة اللي تخدم إيش المجتمعات المحلية. طبعا عندنا دورات قرآن كريم هون أكثر إشي بتكون يوم الجمعة والسبت. طب ليش يوم الجمعة والسبت؟ لأنه عطل، يعني الجمعة والسبت عطل. في شباب من جيلكم ما شاء الله بداوموا هون كل الجمعة وسبت من الساعة 7:30 الصبح للساعة 11:30 الظهر، من 7:30 الصبح للساعة 11 ايش الظهر. طبعا بتعلم القرآن حفظ بحيث انه يتخرج من هون حافظ القرآن الكريم كامل. وفي عدد من الشباب ختموا بفضل الله عز وجل وما زال ايش الامر على الطريق. عندنا مبادرة اسمها مبادرة نحكي اي شيء ايش يا شباب؟ نفكر صح ولا لا؟ مش هيك؟ فكرت؟ اتفضل، ايش اسمك اول؟ محمد. تفضل يا محمد. قبل ما ننتقل الان لايش؟ للطابق الثاني اللي بدنا نتعلم، مش رقم اثنين يعني اللي بعد هيك. مين منكم عنده سؤال؟ مين بيحب يسال سؤال؟ طيب قبل ما تسال فكر ايش بدك تسال؟
يلا شكرا لمشاهدتكم الفيديو حتى النهاية. نرجو منكم الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل ما هو جديد. مديرة المدرسة آيات شفيلات.